كاين ناس تجار خاصة هنا في نزقان وفي تملول وفي تشيرا وبعض المناطق هنا في سوس كيبيعوا الدجاج باش يشروه، وهذا كنستغربوا حنا علاش كيبيع الدجاج باش كيشريه. فين هو الهامش ديال الربح؟ وكيفاش غادي يربح؟ وعلاش غادي علاش هو كيبيع باش يشريه؟ وتابعين المصاريف، تابعين كرا، تابعين الخدامه، تابعوا الضو، تابعوا الماء، تابعوا مصاريف كثيره، وكيبيع الدجاج باش يبيعوا. منين جا الربح؟ بينا نعرفوا حنا هذا الربح منين كيجي. كاين بعد الاخوان كيعبر لك الدجاج كتقول لي بغيت 20 طير، كيعبر لك 24، كيقول لك ها الميزان، شتي الميزان، ها هي فيه 40 كيلو، ولكني وانسى 4 راه لحهم لي مع الدجاج. كيدخل الدجاج للكرنا كيحيد 4 اللي عرضهم للدجاج ويصوب لي 20. هاد الطريقه باش كيسرقوا الناس. كاين طريقه اخرى، ديشي، كيجيبوا الديشي بخمسة درهم ستة درهم، داكشي اللي كيتلف الكوارة، أو كاين بعض الكوارة فيهم سلعة مريضة، كيجيبوا داك الديشي كيخوي 100 كيلو ديال المليح، وكيخوي 150 ولا 200 ديال الديشي، وكيطيح السوق، كيطيح السوق ويبيع الديشي بواحد الطريقة غير مباشرة، ما تفهم والو. هاد الشعار اخويا، هاد الثمن هذا اللي درناه، هاد الشعار، هادشي اش غادي نقول لك، كاين بعض الاخوه، ماشي كلشي، ما نعمموش كلشي، ولكن كاين بعض الجار الله يهديهم، الله يهديهم على راسهم اولا وعلى الناس. كاين ناس تجار خاصه هنا في نزقان وفي تملول وفي تشيرا وبعض المناطق هنا في سوس كيبيعوا الدجاج باش يشروه، وهذا كنستغربوا حنا علاش كيبيع الدجاج باش كيشريه. كيشري الدجاج دابا الا مشيتي ليه تملول وكنبغيك تمشي ليه تملول وتيكي وين وتصور، وتصور كاع ما تدوي معاهم، غير صور البليك بحال هكذا. الدجاج اليوم راه في الفيرما 260 270 260، وعند الموزع 280 باش كيوزعوه. كاين اللي كيقول 290 في الموزعين، وين كاين 280 هي اللي راسيا، وكتلقى مول الحانوت كيبيع 280. فين هو الهامش ديال الربح؟ وكيفاش غادي يربح؟ وعلاش غادي علاش هو كيبيع باش يشريه؟ وتابعين المصاريف، تابعين كرا، تابعين الخدامه، تابعوا الضو، تابعوا الماء، تابعوا مصاريف كثيره، وكيبيع الدجاج باش يبيعوا. منين جا الربح؟ بينا نعرفوا حنا هذا الربح منين كيجي. اول حاجه كيسرقوا في الميزان، هذه مهنه ديالي وما خصنيش نقول هذه الهضره، ولكني جات الوقت باش نقولها باش نفتحوا هذه المهنه هذه. دابا الناس كيستغلوا ناس، كان مثلا دجاج كتلقى بعض التجار كيبيع على درهم ونص ولا 30 ريال على البشرة، وواحد كيقول الثمن بالشرا، ولكن فين كيربح؟ كيسرق في الميزان، كيسرق في الميزان. كيولا خاصة الناس اللي كيدوا الكثرة، الناس اصحاب المناسبات، بغى 20 طير ولا 30 طير كيزيد عليه 10 كيلو 6 كيلو. دابا الانسان كيقول راه شرا رخا، كيلقى الدجاج مثلا 280 كيقول لك واه، كيدور في السوق كيقول ليه 310 300 ريال 320، كيمشي عند واحد كيقول ليه 280، هو كي عند راسو شرا رخا، ولكن هو راه داليه ديالو بطريقه غير مباشره، واحد الطريقه ديال النصب والاحتيال. الا عاودت عبرتي ذاك الدجاج غتلقاه ناقصه فيه 10 كيلو ولا 15 كيلو، باش ما كثير عنده هو الدجاج ديال المناسبه، لو كيدي الكواله بزاف. كاين بعد الاخوان كيعبر لك الدجاج كتقول لي بغيت 20 طير، كيعبر لك 24، كيقول لك ها الميزان، شتي الميزان، ها هي فيه 40 كيلو، ولكني وانسى 4 راه لحهم لي مع الدجاج. كيدخل الدجاج للكرنا كيحيد 4 اللي عرضهم للدجاج ويصوب لي 20. ها الطريقه باش كيسرقوا الناس. كاين طريقه اخرى، ديشي، كيجيبوا الديشي ب 5 درهم 6 درهم، داكشي اللي كيتلف الكوارة، او كاين بعض الكوارة فيهم سلعه مريضه، كيجيبوا داك الديشي كيخوي 100 كيلو ديال المليح، وكيخوي 150 ولا 200 ديال الديشي، وكيطيح السوق، كيطيح السوق ويبيع الديشي بواحد الطريقه غير مباشره، ما تفهم والو. تصعبر لي كاع دجاجه مليحه في الميزان يدخلها للداخل ويبدلها لك، هذه هي الطريقه اللي كيديروا مالين الدجاج بالعربيه. واخا انا منهم، هادشي خصنا نقولوه وخص المواطن يعرفوا. الا صوب شي دجاجه عند شي مول دجاج يتبعها بعينيه حتى تصوب قدامه. ما كيشرفش المهنه وما كيشرفناش حنا كمهنيين، ولكن دابا المحلات ولاو مالين البيكوبات، ولاو اسميتو داروا محلات وحطوه في ما كيخافوش الله،
خصو هو غيبيع الدجاج، خص غيفكوا ليه الطوموبيل، كيدير محل ويقول ليه انت بيع بثمن باش خويت ليك. وهذاك اللي كيحط هو في المحل كيبدا يسرق في عباد الله، وكيبدا يبروفيتي باش يفك ليه هو سلعته، ولكن ديال المواطن كياكل العصا. وهذا الشيء ماشي معقول، وكنطلبوا حتى من الناس القانون يراقبوا هذه المهنه هذه، ويعودوا دوره ويراقبوا الموازن ويراقبوا السلعه. راه كاين دي شي بزاف في الحوانت، والاغلبيه فيه تملول وفي التشيره وفي طراس. راه هذه راه المهنه ديالي، وانا كرئيس جمعيه ما خصنيش نسكت على هذا الشيء، وكامين سابقا ما خصنيش نسكت على هذا الشيء. وهذا الشيء راه مرضنا ومرض للمهنه، وماشي زعما انا يعني كنقول لهم علاش بعتوا بقل. هذاك شغلو يبيع باش بغا، ولكن يعطي الناس ديالهم، يعطي الناس ديالهم. عبرتي ليا 2 كيلو، يعطيني 2 كيلو، ماشي عبرتي ليا 2 كيلو دخل تبدلها ليا، تعطيني كيلو ونص ولا كيلو 800. هادشي ماشي معقول. الدجاج اليوم في الفيرما 13 درهم، 13 ونص 13، حنا شديناه ب 14، كنبيعوا فيه ب 15 درهم ديال، اضطرينا نديروا درهم. ودرت هاد الشعار هذا باش الناس يفهموا، والناس كيشكروني على هادشي. قال لي هادشي ما عرفناش، وكيجيو كيقراو هاد البلاكه وكيقول لك الله كنشكروك، ان علاش ماشي انا درت هاد البلاكه باش نهر السوق، باش الناس يفهموا راه كيتسرقوا بطريقه غير مباشره. الدجاج اخويا اش غادي نقول لك، ندخلوا لموضوع اخر. دابا موضوع المحلات هو هذا، موضوع المحلات، المواطنين الى شرى دجاجه عند مول الدجاج يتبعها بعينيه حتى ترجع لعندو. الدجاج اللي خلاه يطيح هو المربيين باعوا بشويه الثمن ذوك الايام، باعوا ب 18 درهم وباعوا ب 17 درهم، وناضوا وقالوا راه السوق غادي مزيان، وراه المناسبات غادي يكونوا، وراه العيد، وعمروا عاود ثاني بالكثره، عمروا بالكثره الفلوس اللي كتشوف راه 8 درهم باش هارينو، وعمروا وجدوا السلعه، ولكن اذا الشيء علاش وجدوا ما كاينش مناسبات اللي هما حاسبين عليهم، ما كاينش مناسبات. الله يهدي الشباب يتزوجوا. راه الشباب هما الشباب يفكونا من الدجاج، ويفكوا الشابات حتى هما يتزوجوا ويتزوجوا الشبان وتدور الحركه. عرس ما كاين والو، مازال ما شفنا والو، شويه الحجاج اللي كاينين الله يقبل اليوم ويسهل علينا حتى حنا. اه كاين العسوف على الزواج، انا الغلا خويا الغلا، الشباب قاروا الغلا، ما قد على مسؤوليه. ما عادلاش كيتمشى الدجاج، لا الدجاج كيتمشى، ولكن كاين الكثره، كاين الكثره، كاين الكثره. دوك المناسبات اللي كيدوا 200 طاير و 150 طاير وسميتو ما كاينش. اين شويه الحجاج اللي كاينين 180 60، ولكن داك الشيء قليل. داك بالنسبه اللي رب، داك الشيء اللي رباو الناس ماشي متعادل مع داك الشيء اللي مربي. هذا الشيء هو اللي كاين. وكاين السخونيه، كاين الحراره، الحراره سمعوا الناس الحراره، واضطروا يبيعوا باش ما خصو يفك، ان كاين الموت، ان ملي كتدخل الحراره الدجاج كيموت، خصو يفك السلعه باش ما كاين الحراره، وكاين البرباج، هادو هما اللي هذا هو اللي خلاو الدجاج يطيح. هذا الشيء هو اللي جعل الدجاج حتى طاح في السوق. ولكن هاد الطياح هذا راه كيجي عاوتاني غلا غلا غلا. الاخوه الكوري دابا راه بغيت تصنت كلا العصا، ان الدجاج دابا كيطيح على المربي ب 15 ونص 16 باش كيطيح، ان الفلوس كيدير 8 درهم، والعلف كيدير ما بين 4 دراهم و 20 و 4 دراهم و 40، كاين الدوزيام ب 4 درهم و 20، والبروميان ب 4 درهم و 40، راه والعلف والماء والضو والخدام والدواء راه كيطيح الدجاج على المربي ب 16 درهم، 15 و 16 الا طلعت سلعه مليحه. هما الا ما طلعت مليحه راه ما عندهاش الحد. هذا الشيء اللي قلنا بان هو راه المربي دابا ملي كيخوي عاوتاني كيرتاح، كيتسنى ثاني ان كلا العصا، بحال شي واحد كلا العصا ومشى يستريح. هكاك وقع المربيين دابا. الله يدير تا ويد الخير.